بس احنا عمان لم نتحدث عن مادة التلك نفسها، على الأقل إذا دخلت في تصنيع كريمات أو أي أشياء أخرى تستخدم على مناطق أخرى من الجسم، بنقدر نقول إنها آمنة أو يعني على الوجه، ما نقلق على الوجه على اليدين ليس في المناطق الحساسة اللي حالياً ذكرتها. حالياً الدراسات الموجودة هي عن طريق استعمالي على حول الأعضاء التناسلية، واتهمت بأنها قد تكون تمتص عن طريق الأغشية المخاطية إلى المهبل ثم إلى الرحم، فالبوقين لتوصل إلى المبيضين. تمام، وهذا إلى الآن لم يحسم بشكل نهائي، ولكن منظمة الصحة العالمية بقسمها اللي هو وكالة الأبحاث السرطان بالنهاية وضعت عنوان نهائي وقالت محتمل أن تكون مسرطنة. هذا العنوان بالاستناد إلى هذه الدراسات، ولو أنها ليست قوية جدا، ولكن بسبب وجود بعض الدراسات أثبتت أو وجدت زيادة ولو بسيطة فوضعتها تحت خانة احتمال أن تكون يعني احذروا والحذر، احذروا ولا تهلعوا. نعم.